عليكم ورحمة الله وبركاته. الطلبة والطالبات الأعزاء، طلبة الصف الخامس الابتدائي للمدارس العربي والمدارس التجريبي لغات والمدارس اللغات، المشاهدين والمتابعين لمنارة العلم English for You، أهلا ومرحبا بكم في لقائكم المتجدد على منارة العلم English for You. ما زلنا مع بعض في سلسلة حلقات شرح منهج Connect 5 للصف الخامس الابتدائي. وصلنا مع بعض Unit 3 Lesson 3 Lesson بعنوان My Favorite Clothes. ولو لسه ما اشتركتش معايا، روح على قناة اليوتيوب، اكتب في شريط البحث منارة العلم بالعربي English for You بالانجليزي، واشترك معنا في القناة من خلال الزرار الأحمر اللي تحت الفيديو اللي بيكون مكتوب عليه سبسكرايب أو مكتوب عليه اشتراك، وفعل الجرس عشان يوصلك كل اللي احنا بنقدمه، عشان أول ما أنزل فيديو يجيلك إشعار إن الفيديو نزل فتيجي وتتابع معايا. ولو لسه ما تابعتش الدروس معايا، ادخل على البلاي ليست أو قائمة التشغيل على القناة وهات منها القائمة الخاصة بشرح منهج Connect 5 للصف الخامس الابتدائي. هتلاقينا شرحين كل درس وحلين عليه من مختلف الكتب الخارجية زي المعاصر، زي الباهر، زي قطر الندى، زي جيم، زي بيت باي بيت، وحلين بنوك أسئلة على كل واحدة، بحيث ان ده منهج جديد بنعرفك كل الأفكار اللي ممكن تجيلك في الامتحان، بحيث ان ما يجيلكش أي سؤال خالص تكون مش واخد بالك منه أو ما خدتش فكرته قبل كده، يبقى كل مكرر ومعاد وما فيش أي حاجة هتفاجئك إن شاء الله. هدفنا مش بس إن أنت تجيب الفول مارك، هدفنا إن إحنا نيسر عليك ونيسر على الأسرة بدون أي عبء مادي، لأن دي زكاة علم عايزينها توصل لأكتر عدد ممكن من الطلاب، وكمان ان تمارس الانجليزية كلغة من اللغات الحياتية اللي بتتعامل بيها، اللي تقدر تتكلمها بطلاقة، واللي تقدر تقرأها وتفهمها، واللي تقدر تكتب اي موضوعات فيها، تبقى فعلا لغة انت اكتسبتها وتعلمتها بجد، مش درجات في الامتحان وبس. المطلوب منك انك انت تتابع معانا الفيديو اول باول. الفيديو بيكون مدته من نص ساعة لساعة لربع ساعة، والحل بيكون عليه 10 دقايق، ربع ساعة، تلت ساعة، بيبقى كده خلاص انت اتشرح لك الدرس، فهمته، مش هتحتاج اي حاجة تاني. تابع معانا بس، واوعدك ان انت هتتفوق باذن الله وهتحب اللغة الانجليزية. ولو عجبك الشرح ما تنسناش بلايك تحت الفيديو عشان الفيديو يعلى وطلاب تانية تشوفه، فنقدر نفيد اكبر عدد ممكن من الطلاب. وما تنسناش بكومنت حلو منك تحت الفيديو يشجعنا ان احنا نكمل. يلا بقى هنبدأ ونقول سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت علام الغيوب، واللهم لا سهل الا ما جعلته سهل، وأنت ستجعل علينا كل صعب سهل بإذن الله. وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم، ومع أسئلة كتاب المعاصر على Unit 3 Lesson 3 My Favorite Clothes. السؤال الأول بيقول Read and complete the text with words from the box. اقرأ وكمل القطعة بكلمات من موجودة في الصندوق. ممكن يغير لي نفس السؤال الراس بتاعت السؤال ويقول لي fill in the gaps، يعني املأ الفراغات. هي complete أو fill in the gaps معناها اني باخد الكلمة اللي هو مديها لي في الصندوق وبحطها في المكان الفاضي في النقط، بيعتمد على اني فهمة التكست اللي هو مديه لي، فهمة المين vocabulary اللي انا خدته وحفظته، وبالتالي عارفة اترجم الكلمة وعارفة اترجم الجملة وعارفة سياق الكلام بيقول ايه عشان اعرف اجاوب واعرف احل. طيب هنا القطعة ما بين سمر وآية بيقول سمر and آية are in a party، يعني سمر وآية في حفلة. طبعا أنا هقرأ القطعة كلها وبعدين أبتدي أقرأ جملة جملة عشان أعرف القطعة بتتكلم عن إيه وسياق الكلام ماشي إزاي عشان أعرف أترجم وأحل. سمر is wearing a A dress with 2A. سمر لابسة فستان شكله A وفيه 2 من A. آية is wearing a A on her head، وآية لابسة A فوق دماغها. She looks like a princess، شكلها كأنها أميرة. She is wearing white A on her hands، ولابسة A أبيض في إيديها. She is wearing a costume، هي لابسة زي خاص. طيب التكس ده جايب لي تكس مشابه للدرس اللي أنا خدته، كان موجود محادثة سطرين كده ما بين سارة ومروة تقريبا، كان الأسماء سارة ومروة، هو مغير لي بس في الأسماء، جايبهم لي سمر وآية، يعني مفيش حاجة بتيجي من بره، كله من كتاب المدرسة، كل كلمة كل سطر كل حرف في كتاب المدرسة بيعمل لي عليه سؤال وبيجيب لي عليه أسئلة. طيب بيقول summer and Aya are in a party، summer وآية في حفلة. summer is wearing a A dress with 2A، يبقى summer لابسة فستان منقط بجبين. أقولها إزاي؟ يبقى summer is wearing a spotted dress with 2 pockets، يعني فستان منقط بجبين.
يبقى summer and Aya are in a party. summer وآيا في حفلة. summer is wearing a spotted dress with two pockets. وسمر لابسة فستان منقط بجبين. ها بعدين Aya is wearing a A on her head. Aya لابسة ايه فوق دماغها؟ ايه من الكلمات اللي هنا بيتلبس فوق الدماغ؟ الكراون يعني تاج. يبقى آية is wearing a crown on her head يعني لابسة تاج فوق دماغها. She looks like a princess شكلها كأنها أميرة. She is wearing a white A on her hands. ها A من هنا بيتلبس في الإيدين الجلافز اللي هو الجوانتي. يبقى هي لابسة جوانتي أبيض في إيديها. She is wearing a costume هي لابسة زي خاص. طيب السؤال التاني بيقول reorder the words to make correct sentences. رتب الكلمات لتكون جملة صحيحة. سؤال الترتيب اللي مغلبنا حطينا له قواعد عشان نحلها. مبدئيا اكون مذاكرة الدرس او الدروس بقى لانها في الامتحان هيجيب لي من كل الدروس يعني. اكون مذاكرة التكست اللي انا واخداها في كل درس كويس جدا سواء كان دايالوج سواء كان تكست سواء كان باراجراف لان هو بيجيب لي الجمل منها مش بتكون اول مره اشوف الجمل ببقى شايفاها يا اما اكسبريشن هو مديهولي يا اما بيدربني على سؤال علمني ان انا اساله ازاي يا اما بيكون من التكست اللي هو مديهولي كمان ابقى عارفه من فوكابولري عشان اعرف اترجم فابقى عارفه الكلمات اللي هو مديها لي دي عباره عن ايه كمان ابقى عارفه قواعد ترتيب الجمله وقواعد ترتيب السؤال في اللغه الانجليزيه ان الجمله في اللغه الانجليزيه بتبدا بالسبجكت الفاعل ثم الفيرب الفعل ثم الاوبجكت المفعول والسؤال عندي نوعين من الاسئله لا اما سؤال بالفعل المساعد did او do او does او has او have او had او is او was او where او are او سؤال باداه السؤال اللي هو what where how type لو سؤال بأداة السؤال بجيب أداة السؤال ثم الفعل المساعد ثم الفاعل ثم الفعل الأساسي والتكملة طيب لو هو بفعل مساعد السؤال هعمله فعل مساعد يبقى هجيب الفعل المساعد الأول نفس الخطوات بس هعين بقى أداة السؤال يبقى هجيب الفعل المساعد الأول ثم الفاعل ثم الفعل الأساسي ثم التكملة بعد كده واللي بينفعني في ده كله ان انا اكون مترجمة الجملة مع ملاحظة ان في الانجليش عكس العربي في العربي بجيب الفستان احمر يبقى جبت هنا الموصوف ثم الصفه الانجليش بجيب الصفه ثم الموصوف بنت جميله يبقى جميله بنت فستان احمر يبقى احمر فستان اهو ريد دريس يبقى الاحمر الاول غير ان انجليش بس هو دي الملاحظه اللي انا باخدها طيب هو بيساعدني بانه بيحط لي خط تحت الكلمه اللي انا هبدا بيها طيب تعال نشوف مثلا نمبر 1 بيقول لي got dress stripped a I have عايز اقول ان انا عندي او امتلك فستان مخطط الفعل والفاعل اللي هي I have got أنا عندي هو اداني I have هبدأ بيها وبعدين I have got ها عندك ايه فستان مخطط يبقى هجيبها بالانجليش ازاي مخطط فستان يبقى a stripped dress يعني فستان مخطط مش a dress stripped لا a stripped dress عشان زي ما قلنا في الانجليش بجيب الصفة ثم بجيب الموصوف عكس العربي طيب نمبر 2 بيقول usually do what you wear عايز اقولك انت دائما بتلبس ايه اوكي هجيبها ازاي what ادي اداة الاستفهام وبعدين الفعل ساعد do وبعدين الفعل you ها وبعدين what do you وبعدين usually وبعدين الفعل الاساسي اللي هي wear يبقى what do you usually wear طيب نمبر 3 has يمتلك blue ازرق my shirt القميص بتاعي او التيشيرت بتاعتي بوكتس جيوب يعني عايز اقول ان الشيرت بتاعي التيشيرت اللي انا لابسها يعني او القميص اللي انا لابسه فيه جيوب زرقاء هجيب الفعل اللي هو my shirt وبعدين الفعل اللي هو has وبعدين عنده ايه الصفه ثم الموصوف يبقى blue pockets يبقى my shirt has blue pockets يبقى اهو الفاعل ثم الفعل ثم الصفة ثم الموصوف طيب نمبر 4 بيقول me you help can هو علمني لما اجي اسأل سؤال request بطريقة polite request يعني طلب بذوق او طلب بأدب وعايز حد يساعدني بقول له ايه بقول الاكسبريشن ده اللي هو can you help me وزيادة في الذوق ممكن احط بعد كده please كمان يعني من فضلك ممكن ان تساعدني يبقى هجيبها ازاي can you help me طيب نمبر 3 read and match A with B عايزنا نوصل العمود A بالعمود B
نخلي بالنا من سؤال التوصيل مرارا وتكرارا، نكرراها في كذا فيديو. لو انت غلطت وخدت الاختيار بتاع جملة حطيته لجملة تانية، يترتب عليه ان الجملتين اللي عندك غلط، وممكن يترتب عليه ان بقية التوصيل كله غلط، فممكن تنقص فيه درجات كتير، وممكن يطير منك درجة السؤال كله. فتخلي بالك انك ما تغلطش فيه. بيعتمد على ايه؟ بيعتمد برضو على ان ابقى مذاكره التكست اللي هو مديهولي، وابقى عارفه المين فوكابلري ما بيطلعش بره. ولو هو مديني في نهايه الكتاب كده الجدول اللي هو بيبقى فيه الديفينيشنز اللي هي الكلمه اللي لازم اعرفها بالانجلش واعرفها كجمله بالانجلش، بتبقى موضع سؤال جدا في اسئله الماتش. طيب هنا بيقول لي ايه؟ جلابيز ار، الجلاليب هي عبارة عن ايه؟ طبعا هي عبارة عن زي مصري تقليدي، يبقى عبارة عن ايه؟ traditional Egyptian clothes، يعني زي مصري تقليدي، يبقى number one هتاخد معاها C. طيب number two بيقول we went to the park، احنا ذهبنا للحديقة. ليه؟ السبب بقى هجيب تو زائد المصدر على طول، مش هو كان قايل لي ان انا لما باجي اقول سبب الحاجه اللي انا بعملها بجيب تو زائد المصدر، يبقى تو بلاي ويز اور فريندز، ادي تو وادي المصدر، يبقى نمبر 2 معاها اي. طيب نمبر 3 بيقول حازم ستاديد هارد، حازم بيذاكر كويس. ليه؟ برضو عايزين تو زائد المصدر عشان يجيب درجات عاليه، يبقى تو جيت جود ماركس عشان يجيب درجات عاليه، يبقى نمبر 3 معاها بي. طيب number four they went to the library too، هما بيروحوا للمكتبة. ليه؟ السبب ها طالما تو يبقى جيب بعديها المصدر على تو على طول، يبقى طبعا to read books عشان يقرأ كتب، يبقى number four معاها A. سهلة، واخد بالي واتأكد هنا انا كنت عايزة تو والمصدر، وهنا كنت عايزة تو والمصدر، وهنا بيتكلم عن البارك، اكيد مش هروح البارك عشان اجيب درجات، يبقى انا هروح عشان العب، يبقى فعلا to play with my with our friends. طيب هنا هو بيذاكر كويس، يبقى اكيد عشان يجيب درجات، يبقى السبب يبقى to get good marks، يبقى انا حالل صح. طب they went to the library too، هو جايب لي التو هنا في الصف ده، يبقى عايز بعديها المصدر على طول، يبقى هو read، يبقى انا كده مجاوبه صح. طيب number 4 choose the correct answer from A B C or D، اختار الإجابة الصحيحة من الاختيارات اللي مديها لي. بيقول لي number 1 Angie uses a pen A her is A، يعني عايز أقول إن Angie استخدمت القلم عشان تكتب المقال بتاعها، يبقى to زائد المصدر، يبقى هقول to write her is A عشان تكتب المقال بتاعها. طيب number 2 they ate some new books to read last week، هقول طبعا هم اشتروا بعض الكتب الجديدة عشان يقروها، الكلام ده كان الأسبوع الماضي. last week كلمة من الكلمات الدالة على الباست simple tense، يبقى أصرف معاها الفعل في الباست. طيب الفعل باي ده فعل شاذ، في الباست يبقى bought، يبقى they bought some new books to read last week. number 3 بيقول I wear A to protect my eyes، أنا عشان أحمي عيني بلبس إيه؟ بلبس السن جلاسز اللي هي نظارة الشمس، طبعا جاكيتس اللي هي جاكيتس، جلابيز اللي هي الجلابية، البريسلتس اللي هي الأساور، طبعا أنا بلبس إيه عشان أحمي عيني؟ بلبس السن جلاسز اللي هو نظارة الشمس. طيب ريم is wearing A on her hands، ريم بتلبس إيه في إيديها؟ طبعا بتلبس الجلافز، ريم بتلبس الجلافز في ايديها اللي هو الجوانتي. طيب she is wearing a crown on her، بتلبس ايه فوق دماغها؟ الكراون، يبقى on her head على دماغها. hand يعني ايد، head يعني رأس، leg يعني الرجل، neck الرقبة. طيب هنا number 5 بيقول complete the sentences with the correct from the words، يعني هنا الكلمة اللي بين brackets دي غلط والمفروض ان انا اصلحها. طب هنا بيقول I went to the cinema and A the new film yesterday، عايز يقول انا ذهبت للسينما وشاهدت الفيلم امبارح. yesterday علامة من علامات الباست simple tense الماضي البسيط، يبقى الwatch هنا هصرفها في زمن الماضي البسيط، وهي فعل regular عادي خالص، يبقى هحط له E D في التصريف، يبقى I went to the cinema and watched the new film yesterday. طيب number 2 she used the internet to a project، يعني هي استخدمت الانترنت عشان تعمل المشروع. to يجي بعديها المصدر، يعني ايه المصدر؟ يعني الفعل ما فيهوش ing، يبقى ال ing تتحذف، الفعل ما فيهوش ed ولا d ولا i ed ولا في es ولا s ولا ies، يبقى كده يبقى الفعل في المصدر، يبقى انا ايه هحذف ال ing ده عشان يبقى الفعل في المصدر، يبقى do، يبقى she used the internet to do a project. طيب number 3 I go to the bedroom a sleep،
يعني عايزة أقول أنا بذهب لحجرة النوم عشان أنام، دي أنام، السبب to زائد المصدر، يبقى هنا هغير for دي هتبقى to زائد المصدر. طيب number four، فريدة in the park last night، عايزة أقول فريدة كانت في الحديقة امبارح، last night دي علامة من علامات الباست سيمبل تنس، فمعاها لازم أصرف الفعل في الماضي. طيب is في الماضي تبقى إيه؟ تبقى was، يبقى فريدة was in the park last night. كده خلصنا مع بعض حل تدريبات كتاب المعاصر على يونت 3 ليسن 3. الليسن كان بعنوان My Favorite Clothes. لو معاك كتاب المعاصر بعد ما سمعت الفيديو، جرب بقى تقفل الفيديو وتمسك الكتاب وتحله لوحدك، ولو مش معاك كتاب المعاصر خد سكرين شوت بالاسئله من غير الاجابه وهات كراسه بره وحاول تحله لوحدك من غير بقى ما حد يساعدك. خلاص انت فهمت الفيديو، حاول تحل الاسئله دي لوحدك. بالتوفيق ان شاء الله. اي حد محتاج اي حاجه راسلوني على المنتدى بتاع مناره العلم انجلش فور يو على اليوتيوب، او على الكومنتس بتاعه الفيديو في اليوتيوب، او في صفحه الفيسبوك في الرسائل في مناره العلم انجلش فور يو، او على مجموعه مناره العلم انجلش فور يو للصف الرابع والخامس الابتدائي على التليجرام، او على مجموعه مناره العلم انجلش فور يو للصف الرابع والخامس الابتدائي على الفيسبوك. شكرا على حسن الاستماع، ما تنسوناش بقى بلايك وشير وسبسكرايب عشان تنتشر القناه ان شاء الله ويوصل المحتوى للجميع. شكرا لكم، with my best wishes، thank you and goodbye.